بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة الحل حسب السلايدات السابقة احنا لقينا ال CI J bar، واصلا احنا نعرف ال CI J cos مالت البيسك فيربلز. الفرق بيناتهم راح ينطيني ال DI J. نشوف ال D13 هي عبارة عن ناقص 2 اللي هي محسوبة حسبناها لل opportunity cost مال الخلية X13 ناقصا 7، والسبعة كانت بالأصل هي عبارة عن الكوست مال الـ X13. ناقص 2 ناقص 7 طلعت ناقص 9. نفس الطريقة أحسب لهم كلهم، بس آخذ الفرق بين الـ CIJ بار ناقصا الـ CIJ يعني الـ Opportunity Cost ناقصا الكوست، يطلع لي DIJ المن للـ Non-Basic Variables. أنا سبق أن قلت الـ Opportunity Cost والدي اي جي، قيمة الدي اي جي نحن نحسبن لل non basic variables للخلايا الغير مشغولة. هسه أضاوع على القيم اللي طلعت عندي. سبق أن قلت إذا كلهن أكبر، العفو، إذا كلهن أقل أو يساوي صفر معناها الحل مالتنا optimal. زين شوفوا على القيم طلعت لي 5 قيم طلعت سوالب وقيمة واحدة طلعت موجب. إحنا قلنا إذا واحدة من عندهن أكبر من الصفر فمعناها الحل مالتنا مو أمثل. لأن الزيت تساوي 42,000 الحل هذا مو أمثل. اكو حل افضل من عنده يقلل التكلفه مال التنقل مال المساله. هسه منو طلع اعلى رقم؟ الاعلى رقم طلعت الخليه D22 اللي هي شنو؟ خليه غير مشغوله، التكلفه مالتها صفر، واللي هي شنو؟ نون بيسك فاربل. هذا النون بيسك فاربل هو اللي راح احاول اني ادخله، وين ادخله بالحل بالخطوه الجايه. هسه رجعنا على نفس الجدول مالتنا. احنا مو قلنا هي الخليه D22 معناها X22 ايش قد قيمتها؟ صفر. احنا ظللتها باللون البرتقالي، نطيتها قيمه كي، نريد اعرف يا قيمه راح تاخذها ففرضتها كي، ورسمت المسار مالتها. شوف المسار مالتها صعدت لي فوق، اكو شنو؟ اكو بيسك فيربل اللي هو 4000 القيمه مالته. اذا اقدر استدير، استداريت على اليسار الخلية هم بيسك فيربل، إذا أقدر استدير. استداريت لي جوا هم طلعت لي خلية بيسك، فرأسا استدير، ماكو داعي أني أسوي مالتي المسار طويل. مدام أنا رأسا قاعدة أوصل الكورنر قاعدة أقدر استدير بيه. هاي الخلية هي كي اللي هي الأرض داخلها دي 22، ساعدت لهاي الخلية هي بيسك، استداريت لهاي الخلية بيسك، نزلت لهاي الخلية هي بيسك، رجعت سديت المسار. هسه ايش راح اسوي؟ الكي اختار اصغر القيمتين المقابلة، اصغر قيمتين اللي هنا طبعا اعلى قيمتين موجودات اختاريتهن. زين، واخذت الاصغر بيناتهن، ياهو الاصغر بيناتهن هو 2500. الكي ايش راح اسوي على هالزوايا هاي اللي استداريت بيها؟ راح ابدي اضيفها واطرحها بالتبادل. فشوف طرحتها من هذا، ضفتها لهاي، يعني طرحتها من الـ X12، ضفتها للـ X11، طرحتها من الـ X21 بالتبادل ورجعت. هسا قيمة الكي ايش قلنا؟ 2500. هاي معناها راح يصير الكوست مال هاي الخلية D22. الـ X11 شنو راح تكون؟ 1000 زائدا كي، فراح تطلع لي 3500. الـ X12 راح تكون 4000 ناقص شقد كي اللي هي 2500، طلعت 1500. الـ X21 2500 ناقص الكي صارت صفر. شوفوا هذا الفيربل اللي طلع، هذا كان بيسك فيربل طلع صار نون بيسك، بينما هذا الـ X22 كان نون بيسك وصار بيسك فدخل بالحل. إذا هسه هاي عملية الطريقة اللي حولنا أو استغلينا أن أكيباد السيال خلية غير مشغولة من بيسك أصبحت شنو؟ أصبحت خلية بيسك ودخلت بالحل. خلينا نشوف هسه القيم، نقعد نحسبها من جديد. هذا هسه الجدول النهائي، حطينا القيم اللي طلعناها. نشوف هنا 3500 1500 2500 2000 1500، ذني ما تغيرن البقية، بس هنا عندنا هذني الأربعة هن اللي على المسار تغيرن.
أجي أحسب هنا، سأحسب كل التكاليف اللي عندي هياتهن هذني من قاعدة جمعتهم كلهن، طلع الزيت تساوي 38,000. هذا مو أحسن من الحل اللي نتج عندنا من طريقة الـ VAM اللي هي 42,000، عليها إحنا استخدمنا طريقة الـ Optimality Test ولقينا حل أمثل أفضل من الحل اللي حصلناه من طريقة الـ VAM. بالنهاية أقول اللي عنده سؤال يقدر يسألني، يدز لي على إيميل الخاص رسالة وأنا أقدر أجاوب همين على مدى كل يوم صيغة السؤال والجواب على التليجرام، أطرح السؤال وأجاوبه عن تستفاد من عنده. بالنهاية شكرا جزيلا واستمتعوا بالمحاضرة وحلوا الواجب، أنتظر من عندكم هذا الأسبوع إن شاء الله. شكرا جزيلا وأقروا لو تعرفوني لو مش قد تعبت بهذه المحاضرة.